طيب خليني نتكلم عن المنافذ نفسها، أي المحافظات اللي بيتم فيها توفير المنافذ وبتكون فين؟ هل في أماكن معينة؟ وبالنسبة للقاهرة أيضا موجودة فين يا فندم؟ احنا عندنا زي ما قلت 274 منفذ ثابت موجودين في مقرات مديريات الزراعة في المحافظات، موجودين في مقرات التربية البتري في المحافظات، في مقرات الإصلاح الزراعي في المحافظات، موجودين أيضا في بعض مقرات المحطات البحثية التابعة لوزارة الزراعة، موجودين أيضا في بعض مواقع الزراعات المحمية الموجودة في المحافظات، موجودين أيضا في بعض منشآت جهاز التنمية الشاملة الموجود في المحافظات. الحمد لله أنا عندي منافس في مرسى علم، عندي منافس في الشلاتين، عندي منافس في أسوان، عندي منافس في الصعيد، عندي منافس في الدلتا. الحمد لله 274 منفذ منتشرين على مستوى الجمهورية، وإن شاء الله وفقا لتوجيهات معالي الوزير نصل بهذا العدد إلى 300 منفذ مع نهاية هذا العام. عندنا كمان 33 منفذ متحرك بينتشروا في المناطق اللي احنا مش موجودين فيها. صحيح. منافذنا الثابته نستطيع ان نقدم خدمات بالتأكيد حوالي 200 سلعة. بالتاكيد جهود مميزه بتقوم بها وزاره الزراعه وعدد كبير ايضا من الوزارات من اجل توفير لحوم عيد الاضحى باسعار مناسبه للمواطنين 40% اعتقد انه خصم كبير، وزاره الزراعه بتقدمه، واعتقد في برضه منافذ امان التابعه لوزاره الداخليه، المنافذ التابعه للقوات المسلحه، جهود حكوميه كتير في هذا.